باسم محمد العزيزي كاتب عام ديال جمعية قدماء مدرسة ابناء الشهداء، مدرسة ابناء الشهداء اللي متواجدة بحي محمدي اللي دشنها المغفور له محمد الخامس رحمه الله بهذه المناسبة لهذه الليلة الروحانية. وجودنا هو بدعوة من الأخ ديالنا ابن الشهيد سي جودار، فتشرفنا أن نتواجد بهذه الليلة هذه وبهذه الأيام الكريمة، وهذا إحياء مثل هذه الأمسيات، فهذا بالنسبة لنا مناسبة اللي ما يمكنناش نتغيبوا عليها، وخصنا يعني ذكرنا بأننا نتواجدوا. فكرة ما تتنال غير التشجيع، بدل ما الناس تخدي يعني هذه الأمسيات مقاهي، فإحياءها بهذه الروحانيات، فإما تتكرس روح اللي بغينا نقولوا سميتو ما يتعلق بالإسلاميات، وتزكي الروح أو الدين اللي الدين ديالنا الحنيف. حقيقة يثلج وجهي الصدر أن نلاحظ كل ما تتميز به أو ما تميزت به في هذه الآونة الأخيرة من منشآت يعني كبرى بالمسيك، وهذا تشرفنا أن يكون أخونا ابن شاهد جودار اللي تسهر على إنشاء مثل هذه المعالم، لا من ناحية الاجتماعية لا من ناحية الثقافية، يعني المجالات متعددة مختلفة، فهذا شرف لنا كبير. احنا كنتميو لهذه الأسرة وكن أخونا مشرف على مثل هذه الأعمال. وحقيقة أنكم فاجأتوني، لم أكن يعني ما موجدش لهذه الكلمة هذه. نتمنى أن تكون لنا فرصة لقاء في أمسيات مماثلة، وتنتمنى أن حضورنا مستقبلا يكون حضورنا متميز ووازن، ونشارككم كل أفراح ديالكم وكل أنشطة ديالكم.
باسم رابحه صالح استاذه التعليم العالي كليه الاداب والعلوم الانسانيه بمسيك ومستشاره سابقه بجامعه بمسيك في الولايه السابقه. طبعا حضوري هنا اليوم انا جد مسروره لما سمعت بهذه الرمضانيات التي نظمتها مقاطعه بمسيك في شخص رئيس ياسين محمد الجدار والتي لها بعد زمني طويل من 13 يونيو الى 5 من يوليو، معنى انها غطت ثلثي شهر رمضان شهر الغفران والصيام والقيام ادامه الله علينا سنوات كثيره والله ما بلغنا رمضان. كذلك اين توجد هذه الرمضانيات في تراب اللي هو تراب بنمسيك، وبنمسيك لما ننطقها فنحن نقصد بنمسيك الانسان والمجال، الانسان يعني الساكنه بجميع فئاتها على مستوى فئه الاعمار وعلى اختلاف ثقافتها. فبنمسيك انسان ومجال، لها تاريخ لها تراث في النضال وفي المقاومه وفي التصدي وفي التحدي، والان بنمسيك هي نموذج وطراز رفيع في جميع التحولات سواء سوسيو ثقافيه او سوسيو مجاليه او المجتمع المدني، عمل الجمعيات، المقاربه التشاركيه، الاهتمام بالمراه، الاهتمام بالطفل، الاهتمام بالمعاقين، الاهتمام بالمراه، الاهتمام بالثقافات، بالمسنين، التتويج، التفكير في الناس الذين حصلوا على سنه التقاعد. هذه كلها انشطه تدخل في المجال الاقتصادي وفي المجال الاجتماعي وعلى الخصوص البعد الاجتماعي والبعد البيئي كذلك، لاننا راينا التحول البيئي الذي شهدته المنطقه من المطارح من الازبال من النفايات الى المساحات الخضراء الى البعد البيئي. املنا مستقبلا ان يحقق حتى الاقتصاد الاخضر في هذه المنطقه ذات البعد التاريخي وذات البعد التراثي وذات البعد الجغرافي وذات البعد النضالي. لا يفوتني كذلك ان اقدم كلمه شكر للجنه المنظمه على هذه الهيئه الجديده وعلى هذه الحله الجديده التي اكتسبتها بنمسيك، دائما الانسان والمجال، وشكرا لكم على الاستقبال. وهنيئا لنا لانه كتب اسد الجمعه عن جداره واستحقاق لتمويل هذه المنطقه هذه.